وزير الفاسد جاي على مستشفى شاهين. فنحن واقفين هلا هون، بعتوا الدهانه دهنوا الارصفه، بنتمنى عليك تصور طريقه الارصفه، وبعدهم عم يدهنوا فوق مشان يستقبلوا الوزير. بختار شو قصه الورد؟ هدول جايبين له زهور جاردينيا وورد احمر، وجايبين له سجره صغيره ليستقبلوه يحطوا له اياهم حواليه. نحن ارتقينا، لحظه بس عشان لو سمحت، نحن ارتقينا انه استقباله يكون بهيدي الزهره. هيدي الزهرة اللي هي قيمة الوزراء والنواب بمدينة لبنان عامة، بلبنان عامة. فنحن بنتمنى لما بيجي كل الشباب تكون جايبت له هيدي الزهرة واقفة ناطرته. أما هيدي الزهرة، هيدي الزهرة، هيدي الزهرة لمواطن شريف، مواطن إدمي، مواطن عم يدافع عن وطنه، مش لواحد فاسد سرق وطنه وجاي كمان يعملوا له استقبال، نظفوا الطرقات ودهنوا الطرقات، كل هذا على حساب المواطن الفقير بمدينة طرابلس. كلهم بيقدموا لأنهم فاسدين مثل حكيتوا، بيقدموا له الزهور والورود وبينظفوا له الطرقات، وهلا عم يدهنوا له وعم يعملوا له منصة وجيبوا له سبيكرات وصوت. هدول للثوار حضرة الفاسد، هدول للثوار الأحرار، هدول السهرات. هيدي هي قيمتك بطرابلس، انت وكل الوزراء اللي عشقتك والنواب اللي عشقتك، هيدي هي قيمتك. شفت شو قيمتك؟ هيدي هي قيمتك، هيدي قيمة الثوار الشرفاء والأبطال والشعب النزيه بهالوطن هذا.